يا مساء الفل على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من 7 Day Sport، فيها تغطية خاصة جدا النهاردة لبعثة فريق النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، وكمان معانا أخبار وحاجات كتير ممتعة هتستمتعوا بيها معانا من خلال برنامجنا النهاردة 7 Day Sport، وحلقة خاصة جدا. وكالعادة يلا نبدأ حلقتنا بالعناوين. الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة فلامينجو البرازيلي ويعود إلى طنجة. الصحافة العالمية تشيد بالأهلي بعد مواجهة ريال مدريد. كيف سيتعامل منتخب الشباب مع أزمة المحترفين في أوروبا؟ السوبر ليج الأوروبي، صراع يتجدد بين الكبار. وأخيرا في ضيافتنا الناقد الرياضي علاء عزت عبر خاصية زوم، ومعنا حاجات تانية كتير جدا هنتابعها خلال حلقتنا النهاردة. استنونا بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وكالعادة هنبدأ من عند النادي الأهلي. الحقيقة أن النادي الأهلي عامل إنجاز تاريخي. الأهلي خلاص قفل صفحة ريال مدريد تماما، مباراة وانتهت، والتركيز كله على مباراة فلامينجو البرازيلي اللي هتكون هي على الميدالية البرونزية، وده الأهم دلوقتي بالنسبة لنا. يوم السبت القادم 11 فبراير الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة بمدينة طنجة. الحقيقة أنا ما ينفعش أعدي لقاء ريال مدريد كده من غير ما أتكلم عنه. اللقاء استثنائي في تاريخ النادي الأهلي الحقيقة. ليه أنا بقول لحضرتك الكلام ده؟ لأن نتيجة المباراة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن واقع المباراة. الأهلي للمباراة دي، الأهلي في المباراة دي للدقيقة 90 الحقيقة يعني خصم قوي جدا لريال مدريد. الأهلي لحد آخر دقيقة في اللقاء بيلعب فاتح جيم، بيحاول يجيب أهداف، بيحاول يتعادل. الأهلي مضيع فرص كتير جدا قدام ريال مدريد، ما شفناش خوف من لعيبة الأهلي بلا استثناء، كل اللعيبة بلا استثناء بتلعب على إنها تكسب. مدرب عظيم مارسيل كولر غير بقى كل الحاجات اللي احنا كنا متوقعينها واللي بنتكلم فيها في اللي فات. يمكن الأهلي حاليا في طريقه لطنجة، وهي المدينة اللي حقق فيها انتصار أو انتصارين ورا بعض يعني على أوكلاند سيتي وعلى سياتل الأمريكي، وسافر بعدها للرباط لمواجهة ريال مدريد، ودلوقتي بيرجع طنجة اللي نتمنى ان يكون وشها حلو على الاهلي زي الماتشين اللي فاتوا قدام فلامينجو البرازيلي، في تركيز كبير وجديه عند الجهاز الفني وجميع افراد البعثه لتحقيق انجاز جديد للسنه الثالثه على التوالي. بتحقق ميداليه في كاس العالم للانديه، وعندك 3 سنين ورا بعض بتشارك، و3 سنين في المربع الذهبي. لكن اللي اقدر اقوله ان ما ينفعش ابدا نستهون بالانجاز اللي النادي الاهلي عامله لحد النهارده، انك متواجد للسنه الثالثه على التوالي في نصف نهائي كاس العالم للانديه ضمن المربع الذهبي لاكبر 4 أندية في العالم، وفي النسختين اللي فاتوا محقق برونزيتين ومعاك فرصه للثالثه اهو، ده على التوالي، ده انجاز كبير جدا. نتمنى التوفيق للفريق وانه حقق. ولو اتكلمنا كمان على المباراه اللي فاتت هنلاقي مواجهه ارقامها، ان النادي الاهلي طول ال 90 دقيقه كان ند لفريق ريال مدريد، بيهاجم وبيهدد مرمى ريال مدريد، انت متخيل؟ فهجمات خطيره جدا، لو كنا سجلناها كان ممكن النتيجه اتغيرت. في لعيبه كمان قدموا مستوى رائع واستثنائي في المباراه، يعني حسين الشحات الصحافه الاسبانيه نفسها بتتكلم عليه، كان كابوس لدفاعات ريال مدريد. ده كلام الصحافه الاسبانيه، خلي بالك مش انا اللي بقول كده. حسين الشحات عمل مباراه رائعه وكان متالق وفاتح جبهه مميزه جدا مع واحد برده بالنسبه لي مميز جدا، محمد هاني. الحقيقه ان محمد هاني في الفتره الاخيره بيقدم نموذج للعب الفردي واللعب القوي الملتزم بمهام مركزه، واللي بيأدي تحت اي ظروف وقدام اي منافس مهما كان اسمه، حتى لو بقوه ريال مدريد. محمد هاني صراحه من قبل كاس العالم مستواه ثابت، من بعد اصابه اكرم توفيق وهو لما اتطلب ثابت في مستواه، وادائه كمان بيزيد من ماتش للتاني. كمان لو حبينا نتكلم عن محمد الشناوي وتالقه في ضربه جزاء من مين بقى؟ من لوكا مودريتش. لوكا مودريتش اللي كان واحد من الحاصلين على الكره الذهبيه، لوكا مودريتش اللي بيوصل لنهائي كاس العالم مع منتخب بلده نسختين ورا بعض، لوكا مودريتش اللي عنده مميزات كتير جدا، محمد الشناوي بيتالق وبيصد منه. صد منه ضربه جزاء، محمد الشناوي اللي كمان ليه تصديات في اللقاء ده ما تتنسيش الحقيقه يعني. وبنشوف خط الدفاع محمد عبد المنعم اللي بيتعامل بقى بعقليه لعيب هو فعلا مستقبل للنادي الاهلي. حاجه كده يعني عبقريه جدا يعني. بيقدم كرة قدم حديثة ورائعة، علي معلول وتسجيله لضربة الجزاء والأداء المميز طول المباراة، كل اللعيبة الحقيقة مش عايز أنسى حد، حمدي فتحي اللي نزل أدى، ديانج ومتولي السولية، بيرستاو وكهربا، مش عايز أنسى حد الحقيقة، لكن الفرقة كلها يرفع لها القبعة، أنت بتقدم مباراة تاريخية أمام فريق استثنائي، ده بطل العالم، ده بطل أوروبا، أنت بتلعب الفريق رقم واحد تاريخيا في أوروبا، ده مش حاجة عادية كده يعني، كلهم كانوا على قدر المسؤولية
النتيجه لا تعبر بالمره عن سير مجريات اللقاء. دي كره القدم، يعني انت لحد الدقيقه 90 بتنافس وتقدر تتعادل. الملعب مفتوح، ريال مدريد بيواجه خصم قوي وشرس، عقليه اللعيبه وشخصيه النادي الاهلي باينه جدا ان انك عينك على المكسب. اللعيبه كلها بالجهاز الفني بالاداري بمجلس الاداره ليهم دور كبير جدا انه يوصلوا بالمجموعه دي انه يبقى عينهم على المكسب قدام ريال مدريد. قدام ريال مدريد كولر كمان يستحق الحقيقه نتكلم عنه، لانه مدرب بحجم وقيمه النادي الاهلي بلا خلاف، لا خلاف ولا جدال في هذا الموضوع. لا خاف لعب جيم مثلا ما رضيش يقفل الجيم، ما رضيش يعمل كوره مثلا خلاص انا خسران اتنين اقفل بقى وبتاع. لا لا لا، ما فيش الكلام ده كله، بيهاجم لحد اخر دقيقه وفتح الملعب، ويمكن بعض الاخطاء البسيطه تسببت في ان النتيجه يعني كان ممكن تبقى احسن من كده. طبعا يعني انا النتيجه مش هي الماتش خالص، النتيجه دي مش هي اللي بتعبر عن احداث الماتش بالمره. ده الراجل بيهاجم وكان بيلعب على ان هو يفوز. قدام مين بقى؟ قدام ريال مدريد. النتيجه ما تحسبش بالاداء اللي كان فيه الاهلي. كان بيلعب وعنده فرص كتير، مجرد ان انت تقول اسم مارسيل كولر دلوقتي لا معمول حساب. الكوره لا، الصوره اللي احنا بنشوفها مع بعض دي، شايف المدرب الاهلي واصل لايه؟ شايف هو عامل ايه؟ انشيلوتي احترم كولر جدا، احترم النادي الاهلي جدا جدا جدا. لحد اخر دقيقه الاهلي ممكن يتعادل، وبتصد ضربه جزاء بتغير كمان شكل اللقاء تماما. يعني انت الحقيقه مدرب عبقري، مدرب على قدر النادي الاهلي. كولر باستمراريته في عمله مع النادي الاهلي هو مكسب عظيم لكره القدم الاهلاويه، واكيد هيواصل تطوير الاداء الفني وهنشوف موسم رائع ان شاء الله. بعيدا عن المستطيل الاخضر كمان عاوز اقول ان بعثه النادي الاهلي على كل المستويات برئاسه الاسطوره كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مقدمه نموذج راقي جدا ومحترم جدا ومشرف للكره المصريه في محفل عالمي زي كاس العالم للانديه. بنشوف الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد على تويتر منزل صوره لتواجد المهندس خالد مرتجي ممثلا عن النادي الاهلي مع انفانتينو رئيس الفيفا وبيريز رئيس نادي ريال مدريد لتبادل الهدايا التذكاريه. واجهه مشرفه ورائعه، والاهلي دايما سواء في علاقاته الدوليه او علاقاته مع الاشقاء في شمال افريقيا والمنطقه العربيه قمه في التحضر والرقي. وبنشوف كمان الفيفا وهو بيوجه رساله لفريق النادي الاهلي ويقول صباح الخير، خساره جوله لا تعني خساره المعركه. الاهلي هو يعني الاهم هو عدم الاستسلام والقتال بشرف. يعني الحقيقه ما تقدرش تقول على النادي الاهلي غير انه ممثل مشرف للكره المصريه والعربيه والافريقيه، ما تقدرش تقول على النادي الاهلي غير انه هو فعلا قدم نموذج متحضر جدا جدا جدا، سواء على المستوى الاداري، سواء على المستوى الفني، سواء على عقليات الناس اللي في بعثه النادي الاهلي كلها، حاجه مشرفه جدا جدا جدا. يعني هنروح نشوف تقرير بقى عن النادي الاهلي في كاس العالم واهدافه اللي جايه على البرونزيه والكلام ده كله، ونرجع لحضراتكم مره اخرى. المهمة لم تنتهي بعد، والتعثر ليس نهاية المطاف، فما زال هناك حلم لبرونزية الرابعة. حققتم قبلها ثلاث، منهما اثنتين متتاليتين. رفعتم رأسنا عاليا بعد أن قدمتم كفاحا وتعبا وإيمانا بالحلم أمام أعتى فريق في أوروبا ريال مدريد الإسباني. لعل البعض يحلم بالوقوف أمام مثل هكذا فريق حتى لو في مباراة ودية، إلا أن نادي القرن الإفريقي وقف أمامه وأمتعنا بلحظات جعلتنا نفخر بهم. يكفينا ما كتبته الصحف الإسبانية التي وصفت المباراة بالصعبة، وأن كامافينجا عانى كثيرا أمام حسين الشحات ووصفوه بالكابوس، وأن الفوز لم يكن سهلا للمدرب أنشيلوتي ولاعبيه. لا تحدثني عن مستوى المنافسة في مصر وإفريقيا، ولا تحدثني عن الفوارق الرقمية أو قيمة العقود والأموال، ولنترك الاقتصاد جانبا ونتحدث عن الأحلام الكبيرة في زمن استطاع هزيمة الجميع ولم يصمد أمامه سوى الأهلي. الأهلي الذي تحدى الزمن بالإنجازات وتمسك بالقيم والمبادئ في أحلك الأزمات، يعيد الكرة المصرية إلى الواجهة من جديد وينافس على الميدالية البرونزية بين كبار العالم، وبتقديمكم كل ما لديكم وإظهاركم قدراتكم. فرحتنا لا تزال بكم قائمة، نتمنى أن تنتهي بالانتصار على فلامينغو البرازيلي وحصد برونزية جديدة لتضاف إلى دولاب بطولاتكم وإنجازاتكم، ليحتفظ الأهلي بمكانه بين الكبار، فهو النادي الوحيد في العالم الذي شارك من الدور الأول في كأس العالم للأندية وتأهل للدور قبل النهائي خمس مرات، كما أنه الوحيد في العالم الذي شارك من الدور الأول وحصل على ثلاث ميداليات في البطولة
قد تزيد إلى 4 وقادرون على جلبها، فهناك مباراة هامة لحظ المركز الثالث. كل أمنياتنا بالتوفيق لمارسيل كولر وكتيبته الحمراء لتمثيل الكرة المصرية أفضل تمثيل. يعني زي ما حضراتكم شفتوا، النادي الأهلي اسم عالمي، اسم كبير جدا ومشرف للرياضة العربية والأفريقية، وحاجة أنا فخور بأهلاويتي وكل أهلاوي لازم يرفع راسه وفخور بأهلاويته، لأن ما حققه النادي الأهلي من إنجازات هو شيء مش سهل على أي نادي من يحققه. نروح مع بعض بقى نشوف بقية أخبار النادي الأهلي، مش هنسيب أكيد بقية الألعاب الأخرى. يعني الأهلي مش بس كرة قدم، لكن كأس العالم للأندية أكيد حدث بيفرض نفسه علينا. الأهلي الأسبوع الماضي كانت لديه نتائج كبيرة جدا ومميزة جدا. كرة اليد سيدات، هنبدأ بقى مع بعض. كرة اليد سيدات كان في ماتش مهم جدا على الزمالك، وقدروا ان هم يفوزوا على الزمالك 23-21، وبعد كده لعبوا الشمس وكسبوا ايضا 22-21. ونروح بعد كده لكرة السلة رجال اللي كسبوا سموحة 74-54، وكرة الطائرة رجال الاهلي فاز على الاتحاد السكندري 3-0. كرة الطائرة سيدات الأهلي بيفوز على أصحاب الجياد 3-0 أيضا. نروح بقى للماتشات اللي معانا الأسبوع الجاي إن شاء الله، المباريات القادمة. الأهلي هيلعب طلائع الجيش يوم 10-2 كرة اليد رجال طبعا، ودوري كرة اليد سيدات يوم 10-2 أيضا هيلعب سبورتينج، وكرة اليد سيدات يوم 11-2 هنطلع نلعب الجزيرة. كرة السوبر، لو دوري السوبر بقى كأس السوبر للكرة الطائرة رجال، يوم 11-2 الأهلي والزمالك، لقاء مهم. وليها تبقى بعد كده مباراة الترتيب والمراكز على فكرة بالمناسبة يعني. والأهلي هيلاعب الجزيرة في كأس مصر دوري كرة اليد رجال. نروح بعد كده المباراة القادمة أيضا معانا، لسه معانا البنك الأهلي يوم 16-2 في دوري كرة اليد رجال، والأهلي والشمس كرة الطائرة سيدات يوم 16-2 أيضا. دي كانت نتائج الألعاب الأخرى معانا، وكمان الماتشات اللي هنلعبها الأسبوع الجاي، في ماتشات مهمة الأسبوع الجاي كتير قوي. هنكمل مع بعض 7 Day Sport أكيد، ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم عشان نروح لفقرة الصحافة العالمية، والنهاردة الكلام من الصحف الأوروبية وتحديدا كل صحف العالم عن النادي الأهلي. وهنروح على طول نبدأ من صحف أوروبا الأهلي عن المواجهة اللي تم بين الأهلي وريال مدريد. نبدأ من صحيفة لكيب الفرنسية، واللي قالت انتصار ريال مدريد على الأهلي لا يعكس معاناتهم أمام فريق الأهلي في الرباط. ودي الإشارة لأن الأداء الأهلي طول 90 دقيقة كان قوي وند لنادي ريال مدريد، وأن الفوز بالنتيجة دي مش معيار للأداء ولا يعكس سير اللقاء بأي حال من الأحوال. ونروح لصحيفة إس الأسبانية ونبدأ من ونروح للصحف الأسبانية عفوا، ونبدأ من ماركا الأسبانية، واللي قالت الأهلي كان خصم جدير بالاحترام. والحقيقة أن ماركا لخصت الحكايه في الكلمتين دول بما لا شك فيه، يعني ان ماركا قالت الخلاصه، الاهلي خصمي جدير بالاحترام. ونروح لصحيفه اس الاسبانيه اللي قالت ريال مدريد ينهي احلام الاهلي في النهائي، وكمان قالت ان الاهلي هيلعب على البرونزيه مع فلامينجو البرازيلي. نروح بقى بعد الأخبار العالمية لجولة سريعة في أخبارنا المحلية والعالمية، لأن في أكتر من موضوع مهم طرح على حضراتكم هنطرحه على حضراتكم خلال الساعات الماضية. أول موضوع معانا هيكون من مصر. النهاردة كان في مؤتمر صحفي للكابتن محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب، اللي بيستعد لخوض بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بعد 10 أيام، ودي هتكون هنا في مصر. البطولة دي مقامة في مصر عندنا. يعني كابتن محمود جابر قال حاجة غريبة جدا، وهي إن منتخب مش هيستدعي مصطفى أشرف لاعب روسيا مونشن بلبخ الألماني بسبب شروط النادي، وهي أنه يلعب أساسي وأنه لو اتعرض الإصابة يرجع يتعالج في ألمانيا. مش فاهم صراحة ليه يعني. كمان امبارح بنشوف الصحفي الشهير فابريزينو رومانو بيتكلم عن وجود 3 عروض من أندية القمة في إيطاليا وفرنسا وألمانيا لبلال مظهر المهاجم المصري المحترف في الدوري اليوناني، وهداف دوري أبطال أوروبا للشباب بالمناسبة يعني الحالي. أكيد الكرة المصرية محتاجة قاعدة البيانات
اللي المحترفين دول كلهم في اوروبا ومحتاجين قاعده واضحه، يعني محتاجين مواهب زي مصطفى اشرف وبلال مظهر يكونوا موجودين في المنتخبات المصريه بمختلف مراحلهم السنيه. كمان حسب مصادرنا ان روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الاول بدا بمتابعه بعض اللاعبين المحترفين صغار السن، ومنهم بلال مظهر اللي جاله 3 عروض من دورتموند الالماني ومارسيليا الفرنسي وروما الايطالي، لكن نادي اليوناني متمسك بيه وبيحاول يوصل لاعلى سعر. طبعا ده ماركتير شاطر معاهم، يعني مدير التسويق بتاعهم عشان يستفاد منه اكتر. يعني نتمنى التوفيق لمنتخب مصر وان يكون في حلول يطرحها الاتحاد والجهاز الفني للاستفاده من جميع اللاعبين، لان الاهم ان الجيل ده يوصل لكاس العالم وكمان يكون نواه لمنتخب مصر في المستقبل ان شاء الله. يعني النهارده اعلن الكابتن محمد يوسف المدير الفني السابق لطلائع الجيش رحيله عن منصبه بالتراضي وبالاتفاق مع الاداره. طبعا بالتراضي دي كلمه بتتقال دلوقتي عشان المدرب يشتغل تاني والنادي يقدر يجيب مدرب تاني. رغم النتائج الجيده اللي حققها بعد تولي المسؤوليه، كمان نادي طلائع الجيش اعلن التعاقد مع الكابتن عماد النحاس المدير الفني السابق لنادي المقاولين العرب ليتولى المسؤوليه خلفا للكابتن محمد يوسف. الحقيقه ان الكابتن محمد يوسف والكابتن عماد النحاس اثنين مدربين رائعين، وبالتاكيد نتمنى للاثنين كل التوفيق، الاثنين من ابناء النادي الاهلي طبعا. يعني الحقيقه موضوع روتيشن المدربين في الدوري المصري ده بقى غريب شويه، ولكن كالعاده احنا يعني مختلفين عن باقي دوريات العالم. ده طبعا حته تغيير المدربين دي غير ان مصر نموذج غريب فيها، انما احنا نقدر نقيم المدرب اللي رايح نادي تاني ولا نقدر نحاسبه على الفتره اللي فاتت لانه ما كملش موسم؟ يعني ايه؟ يعني انا مدرب شغال في نادي دلوقتي، سبت النادي بتاعي ورايح نادي تاني، النادي التاني مش انا اللي عامل له فتره اعداد ومش انا اللي مختار اللعيبه، فمش هتقيمني لنهايه الموسم لان انا ما عملتش اللي عليا في اول الموسم. في نفس الوقت انا ما كملتش الموسم في الفرقه اللي انا مختار لعبتها واللي انا عامل لها فتره اعداد، فبالتالي برضو مش هتقيمني لان ما كملش الموسم، ما حصلش نصيب يعني في الاخر. لا طب احنا لا هنقيم المدرب ولا هنقيم النادي، الموضوع فيه حاجه غريبه شويه. يعني لا تعرف تقيم النادي على اختياره للمدرب لانه ما كملش معاه الموسم، ولا تعرف تحاسب المدرب لانه ايضا ما كملش الموسم مع ناديه، ولا اتحاد الكوره والرابطه عارفين يحكموا الموضوع ده، لان خلاص بقت في كلمه بتتحط دلوقتي بالتراضي. خلاص هو الاول قالك ان المدرب لو ساب ما يشتغلش، لو ساب هو النادي ما يشتغلش في نادي تاني، ولو النادي هو اللي مشى المدرب ما يقدرش يجيب مدرب بسهوله. طب هم دلوقتي بقى بيحطوا كلمه بالتراضي. كلمه بالتراضي دي رغم ان هي كلمه بسيطه وسهله، انما هي حلت المشكله، حلت المشكله للنادي وللمدرب. المدرب هيروح يشتغل في حته تانية ويشوف نادي تاني، والنادي هيجيب مدرب تاني. الروتيشن بقى غريب، وحتى في مدربين عرب ومدربين اجانب بقوا في الروتيشن بتاع الدوري المصري. ده شيء غريب جدا الحقيقه، وبقى يعني مش عايز اقول مضحك، ولكن احنا محتاجين ندي فرصه لمدربين واسماء جديده ومدربين شباب، محتاجين ان يبقى في فرص كتير على الساحه وان المدرب ياخد فرصه وقت كامل. على فكره ما ينفعش 5 أو 6 مدربين بيلفوا على الانديه كل سنه، مش حلوه ولا تجوز، يعني غريبه كمان. يعني حتى التوقيت اللي انت بتمشي فيه المدرب، خلاص المدرب اللي قاعد الفتره دي عارف ان هو هيجي النادي ده، وفي مدربين ما بتبداش الموسم وعارفه انها هتكمل في موسم تاني الفتره دي، شيء غريب يعني. زائد الحلول اللي عندك، ما فيش ولا نادي عنده مدير رياضي، يعني باستثناء الاهلي وباستثناء الانديه الكبيره في مصر، يعني اللي هم 3 أو 4 انديه بالكثير، يمكن اخرهم فيوتشر عنده مدير رياضي اللي هو كابتن عبد الظاهر السقا. باستثناء دول ما عندكش نادي بيدرس الموضوع، يجيب مدرب على احتياجاته اللي هي التارجت اللي هو حاطه، والمدرب ده يجيب لعيبه على الامكانيات بتاعت النادي. دي مش عندك للاسف يعني. وفي نفس الوقت انت لما تجيب مدرب جديد، المدرب الجديد بيشتغل على الخامات اللي موجوده، فبالتالي ملف كبير جدا محتاج كلام كتير قوي، وممكن نبقى نعمل عنه حلقه كامله بعد كده، ما عندناش مشكله، بس هو ملف محتاج الدراسه. تعالوا بقى نروح لاوروبا والاخبار الاوروبيه. امبارح كان في تقارير متداوله عن مشروع جديد لاحياء فكره دوري السوبر الاوروبي اللي بيقودها طبعا ريال مدريد وبرشلونه ويوفنتوس، عشان يخرجوا من تحت مظله الاتحاد الاوروبي وينظموا مسابقه للانديه تكون يعني عوائدها الماليه ضخمه جدا، الموضوع تجاري طبعا. وهي الفكرة اللي اترفضت قبل كده طبعا من الاتحاد الاوروبي ومن الفيفا في 2019. دلوقتي بيتجدد الصراع بقى وبيضم مشروع جديد، إقامة السوبر ليج بمشروع بمشاركة من 60 ل 80 نادي. أنا مش فاهمها إزاي، بس هنفهم مع بعضينا بقى من الكلام اللي جاي ده. يعني هما الموضوع كان اقتراح الأول مشاركة 18 نادي اللي هما الأسماء الكبيرة، ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس ومانشستر اللي هما عندهم قاعدة جماهيرية كبيرة. دلوقتي بقى الراجل بريز ده
قسم البطوله لدوريات، يعني كل النادي على مستواه، يعني مثلا اربع خمس دوريات، الفرق الكبيره تلعب لوحدها في دوري، الفرق المتوسطه تلعب لوحدها في دوري، الفرق اللي تحت المتوسطه تلعب لوحدها في دوري، تدرج المستويات. يعني طبعا المشروع الجديد ده للسوبر ان البطوله تضمن مشاركه انديه، يعني هو قال كان الاول بيقول ان احنا هنشارك ال 18 نادي يشاركوا كل سنه، 14 نادي عفوا يشاركوا كل سنه وده اللي موجود. لا دلوقتي قال لك لا، مش هنضمن مشاركه اي انديه، مش 14 نادي بس، كل نادي هيلعب 14 ماتش، كل نادي على الحد الاقصى او الحد الادنى عفوا هيلعب 14 ماتش. بمجرد صدور التقارير دي بقى، كان رئيس رابطه الليجا الاسبانيه خافيار تيبس ينشر كاركاتير على حسابه على تويتر الخاص زي ما حضراتكم شايفين معايا كده، وبيصور فيه السوبر ليج الاوروبي على انه الذئب المتنكر اللي عايز ياكل الكره الاوروبيه ويغادر ويغدر بانديتها. وقال كمان يريدون اقامه بطوله السوبر من اربع دوريات، بالتاكيد المستوى الاول سيكون محجوز لهم مثال الحال طبعا لهم دي عاده الانديه الكبيره، يعني زي الاقتراح بتاع 2019. ما اكتفاش تيبس بذلك، بل قال ان بيلمح ان المسابقه الجديده ستكون من نصيب الانديه الكبيره اللي واقفه ورا المشروع ده، اللي هم ريال مدريد وبرشلونه ويوفنتوس، الانديه العملاقه في اوروبا. يعني طبعا الموضوع غريب، دوري السوبر ده مثير للجدل بكل الاحوال. ليه؟ الموضوع تجاري، هم الانديه الكبيره عايزه تزود الدخل بتاعها، يعني تجاريا هو مشروع كبير جدا للانديه الكبيره. بس مثلا لو جيت تبص على الدوري الانجليزي اللي هيشارك منه اربع انديه بس، والدوري الانجليزي كل الانديه عندهم قاعده جماهيريه كبيره جدا. طب الاربع انديه دول هيشاركوا كل سنه، هو خلي بالك كان في الاول بيقول ان 18 نادي يشاركوا كل سنه، 18 نادي كده كده هيلعبوا، فمش مهم بقى منافسه الدوري، ومش مهم ان هم يلعبوا في الشامبيونز ليج، ومش مهم اي حاجه، هم 14 نادي كده كده مشاركين كل سنه في السوبر ليج ده. طب هل ده يعقل؟ موضوع صعب جدا على الانديه الثانيه. طب دول لقوا اماكن يجيبوا منها فلوس وراحوا خلاص لدوري هيجي فلوس كتير جدا، ده العوائد الماديه بتاعته كبيره قوي يعني. طب الباقي الانديه هتجيب فلوس منين؟ وهل الدوري بقى اللي هو قيمته هتقل؟ طبعا، لان الانديه مش هتبقى مهتميه بيها، هتبقى مهتميه اكتر بدوري السوبر ده اللي هو بيجيب فلوس كتير، الدوري قيمته هتقل، فبالتالي نسب المشاهده كلها هتروح لدوري السوبر الاوروبي. موضوع كبير جدا والنقاش فيه كبير جدا والخلافات فيه كتير جدا. يمكن بيريز هو اللي يعني عامل حمله ان المشروع ده يتعمل، لان هو ريال مدريد القاعده الجماهيريه الاكبر في اوروبا، وفي نفس الوقت هو يقدر انه يلعب الدوري السوبر دوت وما يهتمش بالدوري الاسباني، وفي نفس الوقت هو مع برشلونه المنافس التقليدي بتاعه يعني، وهيلعبوا دوري السوبر ده. طب بقيه الدوري الاسباني هيعمل ايه؟ يعني الانديه الاسبانيه الثانيه اللي عندها قوه وقاعده جماهيريه هتعمل ايه؟ يعني حاجه غريبه جدا، ولسه النقاش فيها مفتوح وهنتابعها مع بعض طبعا بعد كده. من اوروبا بقى الى الاحصائيات العالميه اللي نشرها الاتحاد الدولي النهارده، اللي كان فيها ارقام مرعبه، ارقام مرعبه عن انتقالات يناير. ذكرت الفيفا في تقرير لها ان عدد الانتقالات الدوليه للاعبين بين الانديه التي تمت الشهر الماضي وصلت لارقام قياسيه، حيث تم تسجيل 4387 انتقال دولي، ده في الرجال بس، احنا بنتكلم عليه ده انتقالات الرجال خلال فتره الانتقالات الشتويه، وهو ما يمثل رقما قياسيا جديدا منذ انطلاق نظام الانتقالات الشتويه في عام 2010. اضافوا كمان ان ما انفقه الانديه على رسوم الانتقالات في الشهر نفسه تقريبا يعني $1.57 مليار امريكي، بزياده قدرها $230 مليون. احنا بنتكلم عن ارقام مرعبه فعلا، يعني اللي هو الرقم القياسي اللي متسجل قبل كده في عام 2018. اوضحت كمان ان تصدر الانديه الانجليزيه، الانجليز هم اللي تصدروا لائحه الانتقالات من فئه كره القدم للرجال بنسبه 14.4% بالمقارنه مع الفتره نفسها في عام 2022 باجمالي 3834 صفقه، بينما ارتفعت القيمة الإجمالية لرسوم الانتقالات بنسبة 49.9% تقريبا 50% يعني، مقارنة بالرسوم التي تم دفعها في يناير 2022 $1.05 مليار أمريكي. حاجة غريبة جدا، يعني موضوع الانتقالات ده ما كانش هو مش في مصر بس، يعني موضوع الانتقالات الشتوية والكلام ده، لكن هي الغريب المبالغ اللي بتدفع والأرقام اللي بتتقال، ده شيء غريب جدا 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 جدا. يعني كل الأندية عاملة حسابها دلوقتي على بادجت لانتقالات يناير وبتطور، وكل الأندية عندها شيء من الاحتياطي عشان تجيب، لو ناقصها مهاجم يجيبوا مهاجم، ناقصها مدافع يجيبوا مدافع، وبقت طبعا الأرقام الحالية أرقام خزعبلية، يعني
بالنسبه لارقام اللعيبه في الوقت الحالي الرقم ده معقول جدا، رغم ان هو يبان كبير وضخم، لكن ده بالنسبه للارقام اللي احنا بنشوفها وبنسمعها دلوقتي مع دخول الاموال في عالم الرياضه بشكل مرعب، ده ارقام طبيعيه جدا. دي كانت فقره الصحافه العالميه معانا النهارده، هنطلع فاصل صغير جدا ونتواصل مع حضراتكم مره اخرى في 7 دي سبورت، انتظرونا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل عشان نروح للفقره اللي انا معجب بالناس فيها جدا دلوقتي، وبقى معانا ما شاء الله عدد كبير كمان، فقره الفانتازي. نبدا باللي جابوا اعلى نقط معانا في الدوري، وهم اثنين المره دي بالمناسبه، يعني احمد علاء الدين ومحمود فاروق، جابوا 111 نقطه في الجوله اللي فاتت، ودول اكيد مكابتنين راشفورد زي ما حضراتكم شايفين كده، مش مكابتنين هالاند، مكابتنين راشفورد، لان انا وقعت في الخلطه دي، انا كابتنت هالاند بصراحه وجبت 60 نقطه، لو انا مش بكابتن هالاند وكابتن راشفورد كان هيبقى زياده على 40 نقطه، كنت هخش معاهم في نفس الرقم تقريبا، 40 نقطه زياده يعني. نشوف الترتيب العام كمان اللي لسه بيتصدره محمد حمدي، لكن هو جايب المره دي اقل من 90 نقطه في الجوله اللي فاتت. المنافسه شرسه جدا في دوري 7 دي سبورت المره دي، ده التشكيل 111 نقطه يعني ما شاء الله، الاثنين جايبين الاثنين مكابتنين راشفورد، خلاص انا غلطت يا جماعه. انا اللي غلطان، انا مش مكابتن راشفورد، لو كنت كابتنت راشفورد كان بقى حالي، ده التشكيل بتاعي انا اهو، التشكيل بتاعي انا كابتنت هالاند، انا حاطط التشكيل كويس وكل الناس جايبه كويس، بس هالاند جاب لي 4 نقط بس يعني ما جابش اهداف، وطبعا انا غلطت غلطه كبيره جدا، لو انا مكابتن راشفورد كنت بقيت 111 زيكم يا جماعه والله، او 110 يعني ما كنتش هبقى بعيد عنكم. ده الترتيب العام، الترتيب العام معانا، طبعا الحرب شرسه جدا زي ما انتم شايفين كده، العدد كمان ما شاء الله زاد، الراجل الاول ده اول على طول لانه بيلعب من بدري يا جماعه، هو بيلعب من بدري، فالتوتال بتاعه عالي جدا 1456 توتال عالي قوي، لانه هو بيلعب من قبلنا بكتير يعني، بس في المجمل انا معجب جدا باللي الشباب عاملينه بصراحه، وفي ناس كتير جايبه حاجات كتير يعني، في ناس كتير قوي جايبه ارقام عاليه، وفي ناس كتير قوي بتزيد معانا، وكمان انا شايف ان كل واحد بيجتهد في التشكيل، انا شفت على فكره بطلع على التشكيلات كلها، لا في تشكيلات هايله يعني، في ناس جايبه ارقام مرعبه يعني، سيبك من الاثنين اللي جابوا 111، لا في 110 وفي 109، في ناس كتير قريبه منهم يعني. ده كان فقره الفانتازي اللي معانا النهارده، هنطلع فاصل صغير ونرجع مع حضراتكم في 7 دي سبورت. ورجعنا لحضراتكم عشان نستقبل مكالمه تليفونيه مهمه جدا 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 مع واحد من كبار النقاد الرياضيين، الناقد الرياضي الكبير الاستاذ علاء عزت. اهلا وسهلا بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي في 7 دي سبورت. استاذ علاء، استاذ علاء مساء الخير كابتن عبد الرحمن، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدينك وكل جمهور النادي الاهلي، وفي البدايه بس احبك ابارك لك على برنامجك الجديد، ربنا يوفقك ان شاء الله باذن الله. متشكر جدا، ربنا يخليك يا استاذ علاء، حضرتك قيمه صحفيه كبيره جدا، انا بتشرف بوجود حضرتك معايا هنا. ربنا يخليك ويعزك عبد الرحمن، انت يعني انا مش عايز بس اكبر نفسي قوي، انت اخويا الصغير ابني يعني، واخويا الصغير، بتمنى لك بجد التوفيق، وما شاء الله باذن الله باذن الله، انا واثق انك انت بامكانياتك تقدم ماده مختلفه واعلام مختلف باذن الله. ربنا يخليك. هبدا معاك الاول من لقاء الاهلي وهو في طريقه لمدينه طنجة تاني عشان يلعب فلامينجو على المركز الثالث والرابع. الاول عايز اتكلم معاك قبل ما نتكلم عن ماتش ريال مدريد عن المركز الثالث والرابع، احنا عينينا على المركز الثالث دلوقتي بنلعب على البرونزيه، قول لي رايك في لقاء فلامينجو. اولا عبد الرحمن احنا لازم نتكلم على الاهلي كان رايح بطوله العالم ليه؟ يعني البدايه اصلا كان رايح ليه؟ اعتقد النادي الاهلي عمل كل اللي عايزه قبل مباراه ريال مدريد. النادي الاهلي حقق كل النتائج المرجوه من مشاركته قبل ريال مدريد، انت حضرتك بتتكلم دلوقتي على ان دلوقتي يعني انا اجمل تقرير قريته النهارده او قريته اسف قبل مباراه ريال مدريد ان 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 واحد كاتب مغربي بيقول ان وسائل الاعلام في العالم بتلهث خلف ارقام قياسيه النادي الاهلي. يعني بيقول ان احنا كل يوم وكل مباراه النادي الاهلي بنجيب ورقه بالارقام القياسيه وبنحاول نعدل فيها طول ما احنا ماشيين، طول المباراه نعم نعدل عدد المباريات، اكثر فريق لعب عدد المباريات بنزود، بدل 20 نخليها 21، اكثر فريق فاز في البطوله، ثاني اكثر فريق في العالم حقق انتصارات بعد ريال مدريد كان متعادل مع برشلونه، بتفوق على برشلونه، بنعد عدد الاهداف، عدد اللاعبين اللي شاركوا في النادي الاهلي 72 لاعب، مين اكثر لاعب في الاهلي سجل، طب حسين الشحات، طب مين رجل المباراه، يعني بيقول لك احنا الراجل بيقول لك ان تقريبا ما فيش فريق حسين الشحات كمان تحديدا اكتر لاعب في تاريخ البطوله عدد مباريات لحد دلوقتي هو لاعب النادي الاهلي حسين الشحات طبعا. لا انا بقول لك يا عبد الرحمن يعني هم بيتكلموا على حاجات ثانيه، يعني هم بيتكلموا على 72 لاعب في على مدار تاريخ النادي الاهلي شاركوا في البطوله ورقم قياسي جديد، بيتكلموا على ال 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 الاهداف الكلين شيت لمحمد الشناوي ان هو زاد سوا مع
اللي حارس الالماني العملاق مانويل نوير، بنتكلم على الارقام القياسيه في كل حاجه. يعني الراجل بيقول لك ان احنا الاعلام العالمي بيلهث خلف الارقام القياسيه للنادي الاهلي. انا شايف يا عبد الرحمن، شايف ان النادي الاهلي حقق كل الاهداف المرجوه من مشاركته بمجرد الفوز على فريق تتال الامريكي ووصول نصف النهائي. خلاص النادي الاهلي عمل كل حاجه، وانا واثق، ان القيمه التسويقيه للنادي الاهلي بجد بجد بعد ماتش المدينه تختلف بشكل كبير جدا. يعني طبعا اكيد حاجه تانية خالص بعد اللقاء ده. يعني بنتكلم لا انا حتى كمان يعني كمان يا عبد الرحمن، انا كمان حاسس ومتفائل جدا 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 ان الرعايه للنادي الاهلي هتروح في حته تانية بعد الكاس العالم ده. طبعًا. لان المشاركه، اولا الحضور الجماهيري كان كبير جدا، البث كان كبير على مستوى الوطن العربي بشكل كبير جدا، على مستوى العالم. انا بتكلم على ان 35 محطه في العالم نقلوا وشافوا النادي الاهلي. بعد كده كل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وسائل الاعلام الاسبانيه تقريبا، يعني انا قلتها قبل كده وهقولها تاني، ان النادي الاهلي اذا كان عنده دولاب مليان بطولات 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 القاب في كل حاجه، اعتقد ان ما كتبته الصحافه الاسبانيه والصحافه العالميه عن النادي الاهلي محتاج بجد انه يتبروز ويتحط في متحف بطولات النادي الاهلي. طبعا ده يعني ماركا الاسبانيه عامله حوار مع الكابتن محمود الخطيب حاجه عظيمه جدا قبل لقاء ريال مدريد. ده ماركا الاسبانيه دي اكبر تقريبا صحف العالم في الرياضه. يعني بص طبعا ده شيء رائع وعظيم، لكن انا دايما احب اللي يتكلم عني ما يتكلمش معايا. لكن انا لما يطلع انشيلوتي ويقول في مؤتمر صحفي او تطلع صحيفه اسبانيه تقول النادي الاهلي انجح نادي في تاريخ كره القدم، انا ده يا عبد الرحمن ده الجمله دي الاهلي انجح الانديه في التاريخ في تاريخ كره القدم، ده لحد ذاته انا بعتبره بطوله. طبعا دي بطوله. طبعًا. يعني انا والله العظيم دي لا تقل عندي عن برونزيه كاس العالم، لا بالعكس. يعني انا دي حاطط المتحف بتاعي، يعني دي زي لقب نادي القرن بالنسبه لي. طبعا لو يعني واحد بقيمه انشيلوتي كمان بيتكلم على النادي الاهلي وبيتكلم على امكانياته، ده طبعا يعني حاجه كبيره جدا. يا عبد الرحمن، في يعني في عالم الاعلام بيقول لك في فرق بين كلمه من انجح وانجح. طبعا من انجح دي يعني معناها ان في عدد من الانديه ناجحه، لكن كلمه انجح دي ان هو رقم واحد واستثناء. رقم واحد دي خصوصيه واستثناء. لما يعني انا شايف ان كلمه الاهلي انجح فريق في تاريخ كره القدم، انا شايف دي والله العظيم تعادل عندي انا شخصيا كاس العالم نفسه. اكيد كاس العالم نفسه صح. يعني دي انا بصراحه، يعني انا لو مسؤول في اداره النادي الاهلي، واكيد اداره الاعلام في النادي الاهلي هتكون واثقه جدا، انا العنوان ده يتبروز بجد، يتبروز بكل لغات العالم طبعا، بكل صحف اللي كتبته، يعني بالاسباني وبالعربي وبالانجليزي وبالفرنساوي، ويتعامل في لوحه وتتحط في جنب تراب. احنا بنحاول هنا فعلا في 7 دي سبورت. انا لسه كان معايا يعني من صحيفه اس الاسبانيه، من الماركا، من صحف ثانيه في فرنسا، ليكيب الفرنسيه، كل الصحف العالميه بلا استثناء بتتكلم عن شكل النادي الاهلي في كاس العالم للانديه والمنظومه بالكامل وعن لقاء ريال مدريد. ده حقيقي. يعني انا بقول لك يا عبد الرحمن، يعني في تصريحات لمسؤولين بتعتبر وسام بجد. يعني انا امبارح يعني الصبح لما قريت تصريحات انشيلوتي او بتروجينيو كمان بتروجينيو كمان كان بيتكلم هنا في قناه النادي الاهلي. لما يتكلم واحد بحجم انشيلوتي انجح مدرب، يعني هو بيقول عن النادي الاهلي انجح فريق في تاريخ كره القدم، انا شايف انشيلوتي واحد من او انجح مدير فني في تاريخ كره القدم. طبعا يعني مع ريال مدريد ده واخد شامبيونز ليج كام مره مع ريال مدريد ومع غير ريال مدريد كمان، خمس بطولات. يعني هو ده واحد فايز بالخمس بطولات الاوروبيه الكبرى، فده ده حاجه يعني مدرب استثنائي بيتكلم عن نادي استثنائي. فده انا بجد يا عبد الرحمن انا سعيد جدا جدا، فخور جدا باللي عمله النادي الاهلي في البطوله دي، سعيد جدا برد الفعل الاعلامي. انا كاعلامي يعني بقف قدام الاعلام العالمي بيتكلم عنه ازاي، فانا شايف ان النادي الاهلي حقق كل اهدافه المرجوه. وانا باكد لك يا عبد الرحمن ان فعلا القيمه التسويقيه او القيمه التسويقيه للنادي الاهلي وحقوق الرعايه، انا شايف انها تروح في حته ثانيه بعد كاس العالم ده، لان الناس خلاص هتشوف نادي. يعني انت واحد متمرس في انك تهزم ابطال القارات، انت حظك العاسر او سوء النظام البطوله. يعني تخيل انت لو ريال مدريد جاي يلعبك لعب معاك ماتشين قبل ما يلعبك انت. يعني انا بعتبر كمان فريق الهلال محظوظ ان هو في ناحيه فلامينجو، لان احنا بالميراس قبل كده غلبناه وفلامينجو قبل كده. الناحيه دي كانت اسهل بكتير جدا من ان انت تبقى مع بطل اوروبا. يعني طبعا. بس والله يا عبد الرحمن انت لو نظرت بالنص كوبايه مليان انك انت تلعب ريال مدريد، ده معناه ان العالم كله شافتك. ده لما تلعب فريق زي فلامينجو لا، وعامل ماتش انت لحد الدقيقه 90 يا استاذ علاء، انت متعادل او مش متعادل 2-1، قريب جدا من التعادل وفاتح ملعب وبتهاجم، وتغييرات مستر كولر كلها هجوميه تقريبا. يعني انت عبد الرحمن انا مش بتكلم على الامور الفنيه اطلاقا. أيوة انا بتكلم على ان النادي الاهلي مثلا 3 مليار نسمه على الاقل. يعني طبعا. هو جماهير ريال مدريد 3 مليار في العالم، لما 3 مليار يتابعوا ريال مدريد
وبالتالي تابعوا النادي الاهلي، شافوا لعيبه النادي الاهلي، خلاص اسم النادي الاهلي امبارح كان ملء السمع والابصار في العالم كله. فدي دي القيمه الحقيقيه يعني. فلامينجو فريق كبير جدا وفريق بطل البرازيل، والبرازيل الكره البرازيليه اللي هي عشقها، لكن لما تلعب فريق زي ريال مدريد انت شوف كم المكاسب بتاخدها الادبيه والماديه بغض النظر عن النتيجه. طبعا النتيجه طبعا احزنتنا بشكل كبير جدا يعني، وانا يعني لا رغم انها لا تعبر عن سير اللقاء طبعا يا استاذ علاء بكل يعني الاحوال يعني. يا استاذ عبد الرحمن، لما جمهور الاهلي ينتفض لما بتعلن ان في 8 دقايق وقت بدل ضايع، الناس كلها شافوا ان 8 دقايق بدل ضايع دي ده الوقت المحبب لجمهور النادي الاهلي، ده الوقت المحبب لفريق النادي الاهلي، ده الوقت اللي فيه الفرحه الكبيره. تخيل في الوقت ده يعني لما كانت 2-1 كان جمهور النادي الاهلي راضي وفخور جدا بفرقته، لما جت 8 دقائق جمهور النادي الاهلي انتفض. انا كنت في مكان عام عندهم امل وهدف للتعادل وتقدر توصل مع ريال مدريد بده يعني 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 انا في الدقيقه 90 كان ورايا مجموعه من الاهلاويه كتير جدا، فبيقولوا يا رب الحكم يحسب 6 دقائق، واحد قال له لا ان شاء الله باذن الله يبقى اكتر من 8 دقائق. لما حسب 8 دقائق لقيت الناس بتنتفض فرحانه، لان عندها ثقه اكيده ان النادي الاهلي ممكن يعوض. طبعا حصل اللي حصل في اخر دقيقتين، وده شيء يعني تقريبا يعني انا تقريبا عمري ما شفت النادي الاهلي، يعني انا على مدار تاريخي متابعه النادي الاهلي عمري ما شفت النادي الاهلي في الوقت بدل الضيع بيحصل له كده. بس ده ريال مدريد يا استاذ علاء برضو. انت بتتكلم على فريق ريال مدريد وانشيلوتي الاخرات بتاعهم يعني حاجه مختلفه. طبعا يعني انا واحد اهلاوي كان طموحي ان انا نغلب ريال مدريد، ولحد اخر دقيقه بعد صد كمان الشناوي ضربه الجزاء انا عندي امل كبير جدا، احنا صدينا ضربه جزاء وقريبين في النتيجه. كمان الاداء كمان يا عبد الرحمن، يعني انك انت تضغط عليهم بالشكل ده، كم الضربات الركنيه، كم المحاولات الايجابيه اللي على المرمى. طبعا الاحصائيات قريبه جدا من بعضيها، سواء الركنيات او الهجمات او التصويبات اللي على المرمى. بالعكس والله انا شايف النادي الاهلي عمل يعني يا عبد الرحمن، احنا النادي الاهلي بيتقدم وبيستفيد من كاس العالم. تعالى حط مقارنه، ريال مدريد افضل من بايرن ميونخ تمام؟ طبعا. لما نشوف اداء النادي الاهلي امام بايرن ميونخ واداء الاهلي امام ريال مدريد، احنا في مباراه بايرن ميونخ خسرنا 2-1 برضه 2-0 2-0 وكنا طالعين حزنانين جدا 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 من اداء النادي الاهلي، وقلنا مش ده النادي الاهلي او مش دي قيمه النادي الاهلي انه يلعب بطريقه دفاعيه قدام فريق بايرن ميونخ برغم الفرق الكبيره جدا. لكن انت امبارح بتلعب قدام ريال مدريد بتهاجم بتوصل وانت حقيقي انت عارف محاولاتك، يعني عارف المحاولاتك اكتر من عدد ريال مدريد محاولاتك الايجابيه طبعا. كمان ده بيؤكد لنا ان ده الاستفاده من انك تلعب كاس عالم، يعني اكيد هو نفس الجيل تقريبا، يعني في عدد كبير كده بلاعبين لعبوا ماتش بايرن ميونخ. ايه الاستفاده يا عبد الرحمن؟ احنا بنتكلم على ان ازاي تجربه زي بايرن ميونخ دي طلعنا منها بحصاد ايجابي جدا، خلتنا نقف ند قدام ريال مدريد قدام فريق اعظم واكبر وقدام فريق يعني هو الاعظم في التاريخ بالارقام وبالحسابات طبعاً. ريال مدريد هو اكتر فريق حاصل على بطولات طبعاً. اكتر طبعاً. فريق مشارك في البطولات، يعني هو الاعظم في تاريخ كره القدم بكل شك يعني بلا شك. لما بنتكلم لما كل المذيعين في العالم كلهم بيتكلموا عن ان القيمه التسويقيه للاعب واحد ريال مدريد تعادل القيمه التسويقيه لفريق النادي الاهلي كله، ده لوكا مودريتش بس ممكن يكون بدوري كامل في حته ثانيه يعني. فانا بقول لحضرتك يا استاذ الرحمن، يعني امبارح لما كل المذيعين امبارح يتكلموا والنهارده كانوا عاملين في احد المواقع كده جايبه تعليق كل الاجانب على بعد هدف الاهلي الاول علي معلول، بيتكلموا على الارقام القياسيه والقيمه التسويقيه، بيتحدثوا بانبهار ان فريق بقيمه تسويقيه اقل من 30 مليون يورو احرج فريق عملاق بحجم ريال مدريد وحط في الضغط ده. حتى كمان شفنا ديلبسكي بعد ما طلع بعد المباراه ديلبسكي في قناه الاهلي كمان طلع في قناه الاهلي واتكلم على حجم المعاناه اللي عانى ريال مدريد. انا شايف عبد الرحمن ان مكاسب النادي الاهلي كبيره جدا، ومش معقول ابدا 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 لما بنتكلم على العالميه نقف قدام حاجات صغيره، نقف قدام السوشيال ميديا. لا جمهور النادي الاهلي فاهم يا استاذ علاء، جمهور النادي الاهلي فاهم قيمه نادي جدا، وعارف ان نتيجة المباراة مش بس هي اللي بتفضل، لا نتيجة المباراة دي خلاص دلوقتي رقم وتشال، لكن الخصومة مع ريال مدريد وان انت تبقى ند مع ريال مدريد لحد اخر دقيقة، لا جمهور الاهلي مقدر ده، المجهود اللي عملوه اللعيبة والمدرب وجمهور الاهلي طبعا بلا شك مقدر ده. لا انا اتمنى بس ان جمهور النادي الاهلي لما يشوف فرقته مش بيناطح ده واقف على يعني ند لاكبر انديه العالم بايرن ميونخ، وبعد كده بنشوف ريال مدريد، والمره الجايه يبقى برشلونه، والمره اللي بعديها يعني ان شاء الله باذن الله. فانا اقصد جمهور الاهلي ما ينزلقش للمهاترات الصغيره، انت خلاص انت دلوقتي رحت في حته ثانيه بجد يعني، وانت الوحيد اللي فيها يعني، انت كمان مش رحت وبس، انت الوحيد اللي فيها، فما ينفعش. لا ده انا يعني المفاجاه كمان البطوله دي تحديدا يا استاذ علاء ان فريق الوداد ممثل افريقيا
خرج بدري جدا عن الاهلي، ده قيمه الاهلي، والاهلي بيخرج قدام ريال مدريد كمان يعني. طبعا انا وهو صاحب الارض كمان يعني، الوداد صاحب الارض والجمهور والدوله المنظمه والكلام ده كله، الاهلي دلوقتي واصل لحته ابعد منه في المربع الذهبي. مظبوط دي عبد الرحمن برضو نقطه مهمه جدا حضرتك قلتها. انا كلمتك من دقائق بس على الفرق بين اداء الاهلي قدام بايرن ميونخ واداء الاهلي امام ريال مدريد، وقلت لك ان النادي الاهلي اكتسب لعيبه النادي الاهلي اكتسبت الشجاعه والخبره ان خلتهم قدام فريق اكبر زي ريال مدريد يقدموا عرض افضل. نفس القصه المغرب، احنا رحنا المغرب قبل كده 2013 والفريق استاذ علاء، انا فعلا يعني مش عايز الحوار ده ينتهي، ونفسي نتكلم واكيد هيبقى في مداخلات تانية بينا، لكن احنا للاسف وقت البرنامج خلاص، احنا كمان يعني لازم نختم. انا فعلا سعيد بتواجد حضرتك معانا جدا، كلام حضرتك اضافه قويه جدا جدا جدا. الناقد الرياضي الكبير استاذ علاء عزت فعلا اضاف كتير جدا وقال كلام يعني كلام فعلا الاهلي يستحق هذا الكلام، وده قيمه النادي الاهلي بره مصر في كاس العالم للانديه. انا فعلا سعدت جدا بوجود استاذ علاء عزت معانا النهارده، وسعدت جدا بالتواجد مع حضراتكم في 7 داي سبورت حلقه، يعني حاولنا على قد ما نقدر نغطي كل اخبار كاس العالم للانديه في المغرب. ان شاء الله على امل ان نلقاكم ان شاء الله الاسبوع المقبل زي النهارده يوم الخميس في 6 مساء، و7 داي سبورت انتظرونا في الختام. خير سلامه.